قال بالكامل. الوضع الاول تعبنا زميلنا بس يتحمل اللي هو الاس ام في اللي هو سيجمنتو فيرتكس. ايش هو السيجمنتو فيرتكس؟ هو وضع يكون فيه البيشنت سيتنج. اوكي، واحنا قلنا في السكال كامل هو فقط في وضعين يكون فيها البيشنت سيتنج، ونطبقها على زميلنا على افتراض ان ستاند باكي في الخلف، نصل الفيرتكس تو ستاند باكي both side same balance، ونيجي center point يكون التيوب يكون horizontal، يكون center point between the both of mandible angles angles. اوكي، معناته center point راح يكون هنا، لكن علشان الفراغ هذا البسيط ما راح نعذب البيشنت اكثر بالعافيه نخليه ملامس بشكل vertical، لا نعوض برضه بعد 90 درجه بعد السنتر نزيد اسفل 5 درجات على اساس اني اعوض النقص اللي هنا، واخذ بالشكل هذا الوضع الاس ام في. استوعبتوا يا شباب؟ الوضع الثاني برضه يكون فيه البيشنت سيتنج اللي هو البارا نازال ساينوسس، وهو وضع شائع جدا في المستشفيات يا شباب. البيشنت يكون سيتنج، اللهم يلا معنا، الله يعطيك العافيه، اوبن ماوث اوبن ماوث. اوكي، ويكون ملاصق الستاند باكي. وين ملاصق في الستاند باك يا شباب؟ يكون ملاصق في الصليب. ليه؟ العضو المراد تصويره يكون في المنتصف، وايجي بالسنتر بوينت على الانيو. اوكي، وبالشكل هذا خلصنا وضعين. اوكي، الوضع الاخير اليوم اللي راح ناخذه ونختم السكال اللي هو الاكسبتو منتال، وهو وضع قريب جدا من البي اي دايركت. اللهم في البي اي دايركت كان عندي شرط ان الفرونتال بون والنوز هي اللي ملاصقه في كونتاكت ويز كاسيت، ويتحقق معي شرط ال 90 درجه، لكن الان ايش اللي معي يكون كونتاكت؟ النوز والشيء، وبكذا البيس لاين اصبح 45 درجه، وبكذا ختمنا الاسكال. من الاسبوع القادم بحول الله وقوته نبدا بدايه قويه في الفرتبره بالكامل، يمكن في اسبوعين او ثلاثه بالكثير نخلصها، ونختم بالشست ونصلح مراجعات زي ما قلت. والماندبل الباقي مو بين، ما عاد في شيء فرتبرا لا الماندبل ما نصوره، والماندبل خلصنا لا هنا العمل، لا في العمل قصدي نصور ماندبل اللي هو الفيس لاين، الفيس لاين خلاص ناخذه الاسبوع القادم مع مراجعه لكل واحد عنده فضول في الاسكال الاسبوع القادم. خلاص يا شباب، اي شخص عنده فضول في السكال نطبقه، بس مو تصوير، نطبقه نكون جالسين في قاعه ولا نكون جالسين في مكان ما، يكون معي السكال ونطبق يا شباب. اي شخص عنده اي معلومه يبغى يستسقي عنها في المراجعه، تمام؟ لكن ما راح نطول، نبدا بعدها على طول في السرفايكل. اوكي؟ الاسبوع اللي بعده الدورزل واللمبر. بعدين صخرة مع الكورتكس. فهذا صلى الله وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا.